أزمة جديدة واتهامات متبادلة بدأت ترخي بظلالها على العلاقات بين واشنطن وباريس بعد قرار الأخيرة فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة. تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بالمثل لم تثني باريس عن المضي قدما في فرض الضرائب، حيث دعا وزير المالية الفرنسي برونو لوميغ الولايات المتحدة إلى عدم الخلط بين الضرائب العادلة على الشركات الرقمية والرسوم الجمركية. فرنسا لم تفرض رسوم جمركية على المنتوجات الأمريكية، بل فرضت ضرائب على الشركات الأمريكية المتواجدة هنا في فرنسا والتي تحقق رقم معاملات 750 مليون دولار، يكون فيها 250 مليون دولار وقعت هذه رقم المعاملات هنا في فرنسا. هناك فرق يعني، لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب قدما في مثل هذا الإجراء. حديث ترامب عن ما وصفها حماقة ارتكبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفعت الأخير لإجراء اتصال هاتفي مع ترامب بهدف احتواء الأزمة، إذ شدد ماكرون على ضرورة العمل معا بشأن الضرائب والتجارة المشتركة. وزير المالية الفرنسي أكد أن باريس تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول الضرائب الجديدة قبل قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد في فرنسا أواخر الشهر المقبل. السياسة الخارجية الفرنسية دائما سياسة تعتمد شيء من اللطف وتعتمد شيء من الحنكة. في اعتقادي أن فرنسا قبل الاجتماع الدول السبع ستحاول تلطيف الأجواء وستحاول أن تجد مخرج، ليس فقط مخرج يهمه ولكن مخرج دولي، ستحاول بكل قواها، لأن السياسة الخارجية الفرنسية عادة ما تعتمد على مؤسساتها، والمؤسسات الفرنسية ذاهبة في شيئا ما إلى تلطيف الأجواء أمام التعنت الأمريكي، لأن تعرف أن ترامب متعنت جدا في سياسته الخارجية. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على فرض ضريبة بنسبة 3% على إجمالي إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث من المتوقع أن تجمع الضريبة 400 مليون يورو خلال العام الجاري و650 مليونا في عام 2020. لم تجدي تهديدات ترامب لباريس نفعا حتى الآن، إذ تطالب باريس الولايات المتحدة بتسريع عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف الوصول إلى اتفاق دولي لفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة، وتؤكد باريس أنها ستسحب الضريبة التي فرضتها في حال التوصل إلى هذا الاتفاق. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.